انطلق منذ قليل حفل النجمة شيرين عبد الوهاب في الكويت ضمن فعاليات ليلة العمر وشهد الحفل إقبال كبير. وقالت شيرين عبد الوهاب فور صعودها على المسرح للجمهور الكويتي: أنا النهاردة صوت الكويت، النهاردة أنا صوت كل بلد بغني لها. وأطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها بفستان أسود خاطف للأنظار، وبدأت الحفل بأغنيتها الشهيرة جرح تاني. ومن ناحية أخرى كانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب في وقت سابق أغنيتها الجديدة الذهب، وذلك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب. وحرصت الشركة المنظمة لحفل شيرين على ترك هدايا خاصة للجمهور على مقاعد المسرح المقرر إقامة الحفل عليه. ومن المفترض أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال حفلها عدد من أغانيها الشهيرة الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح. ومن ناحية أخرى كانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب في وقت سابق أغنيتها الجديدة الذهب، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. أغنية الذهب لشيرين عبد الوهاب من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقى توم.